طبعا اسم عبد الرحمن امين بركه، مواليد صفوري طبعا 1934. صفوري طبعا لما طلعنا من فلسطين سنه 1900 وقبل ما نطلع يعني بشوي بال 45 كان عدد سكانها 5000 بال 45، بال 48 صار يزيد عن 10000 لانه بلشت لما سقطت حيفا وعكا والقرى والمدن فصارت تتعبى ايش في البلد وبعض الضياع. فاللي كانوا ساكنين برا اجوا مع الضيوف اللي اجوا يعني صفت بالعشر فوق ال 10000 نعم عدد السكان. تشتر مثلا كان عندنا بساتين، نحن كان عندنا خاصة مستعد شيء 1000 دنم، هذول يعني بيشربوا من القصل رأسا بدون ما نعمل بير ولا كذا، شيء 1000 دنم يعني كان عندنا قصل ويكفي يسقي 1000 دنم. تبدأ من عندنا من طرف من رأس القصل للبس يعني شيء 3 كيلومتر هاي طول البساتين وعرضها شيء 500 متر يعني مش كيلومتر 500 متر نعم هاي العرض. فكان الألف دولوم هذول يشربوا طبعا في كمان من الناحية الثانية من المشرق فوق القسطرة هذول المي ما بتوصلهم. كنا نحن مثل ما نحن كنا عاملين بستان نباعشين بيارة كل أجابي يعني بير مش قرطوازي زي اليوم 7-8 امتور يطلع معي نبع ويكفي كل واحد عنده 5 دولومات 10 دولومات 7-3 دولومات وحاطط مطير طبعا يشتغل فيه. هاي اللي كانت بالنسبة هاي الناحية الشرقية من شرقية القصدر. ألا من الغرب كانوا يشربوا بدو يعني جر، أما هون ما فيش ما صعب أنه يرجع لورا لأنه احنا أعلى شوي المنطقة فكنا عايشين. هاي بالنسبة للبساتين. بالنسبة للزيتون تشتهر بلدنا بالزيتون. بالنسبة للبساتين تشتهر بالرمان بلدنا، رمان كل البساتين على الإطلاق، رمان بعض الليمون بعض المشمش التفاح الباقي هذا ولكن اعتماد على الرمان يعني كل واحد عنده 200-300 طريق رمان. شو كنت تلعب وانت صغار؟ رميضة أول شيء يغمض واحد ويتخبى كل واحد كذا فتح هذا هيك هذا بالشرق هذا بالغرب دول يتحذروا إذا حذروا بيرد يغمض هذاك اللي بحذروا بيجي بقعد معه الحجلة هاي نصرف عليك زي بعملوها البنات بعمل لك صليب زي الإكس أو شيء زي الإكس إحنا كنا خاصة ولاد المدارس احنا عشان قاعدين بالبساتين ونتعلم بالمدرسة طبعا 3 كيلومتر مش بسهولة تصلها يعني بدنا نتسلى يعني وهذا نصير نلعب مقبل حجر كنا قاعدين انت معك 3-4 وانا معي 3-4 واحد مسؤول عن يعني اجى انا اخبي شو اسمه الحجر بده واحد يغمض طبعا مش يعرف وامشي هيك بين الثلاثة مقرفصين يعني بقوا قرفصة من هون يبرو هذا يبرو على الجماعة يبرو على الستة هو على يعني. ثلاثة من هون وثلاثة من هون أو أربعة بأربعة المهم يبرو عليهم الله أعلم عاد وين حاله هو محل مبن يقول له عاد بس يخلص يقول له شوف طلع يصير يطلع فين حتى ياخذ على العين مرات تزبط مرات ما تزبطش ما تزبطش بيرد اللي عاد لما بينجح اللي بينجحوا جماعته بقربوا ايش؟ شيء 5-6 متورة خطوات لقدام هذلاك بظل مطرحين يرد يوم غمض اذا رد هذلاك يتقدم يعني كلها معنا بين ما كلها تروح بربع ساعة من العصر للمغرب الناشط نزل المغرب تسلاي فلسطين وفلسطين نفوس العرب تحميك أيدن منك صهيون وسيف العرب يحميك أسود الغاب لا تسجن ولا ترضى لها القيدة فخلي الجهل يا لندن فأمر العرب قد جد سنذكي الثورة الكبرى ونسمع لندن الصوت ويحيا شعبنا حرة وإلا فلنمت شهداء. هاي أخذناها بالمدرسة طبعا حفظناها من هناك. وفي هون لما جينا لجأة الناس هون بهاللجأة طبعا في إخواننا الشعب طلع كثير كبير تبعت الحسون هاي لقد طارئ يا مرسال يا منطقي شمال عسر الغرب بشر عن الأمة العربية والدول العربية. بس هذيك فيه شاعر واحد كمان أطلع هذيك وإحنا بعنجر أول ما لجأنا
اول سنه وثاني سنه كنا احنا رحنا جينا على عنجر مباشره مش لهون، هون جينا ب 11 11 55، بس احنا لما رحنا من بنت جبير صرنا هناك لقد الشعر اللي اطلعوه الغرب يعني، لقد طال البعاد وما اجتمعنا وصرت على بعدكم أسفا حزينا، وقد غدرت ليالي الدهر فينا وصرنا في البلاد مشتتين، وعاكسنا الزمان بكل وقت وما في ساعة فرح لدينا، سمعت الدار تصرخ أين أهلي فرد الدهر أهلك نازحين، فصاحت نازحين بأي أرض بسهل البقاع صاروا لاجئين، وما زالوا بعاد الآن عني بكائي دائما في كل حين، فاشفع يا عظيم الجاه فيهم عبادك في كتابك مخلصين. اليوم بعد أكثر من 64 سنة نعم، إذا قالوا لك تأخذ تعويض وتنسى فلسطين ولا ترجع فلسطين شو بتقول؟ بس هذا بس تسألني، لأنه هذا الشيء مفهوم مش معقول، صبوا لي إياه ذهب أرض لبنان وأرض سوريا وأرض كل العرب وحتى فلسطين، إلا أرجع على صفوري ولا بأي شكل. عندي 8 أولاد توفى واحد الله يرحمه، لو راحوا السبعة فدا فلسطين مش لن أتراجع ولن أقبل بأي حال من الأحوال. ما في حل، ونصيحة لأخواننا، ما في حل إلى المقاومة، ما في حل إلى المقاومة